ثواني. الفيديو ده ان شاء الله هشرح فيه توكاد 3D. اول حاجه هنعملها نفتح نيو، وزي هنعمل في 2D برضه نفتح كاد ايزو. تمام، فرق ال 2D عن ال 3D بتحتاج شويه قوائم مهمه فوق شويه، اللي هي 3D نافيجيشن. طيب هنا في قائمه برضه موديلنج، نضيفها هنا في برضو القائمة دي اللي هي اسمها فيجوال ستوديو، فيجوال ستايلز. تمام، دي أهم الأوامر اللي عندنا، أهم القوائم اللي عندنا. تمام، يعني ممكن نبدأ نشرح على أول رسمة في الشيت عندنا، اللي هي الرسمة دي. أول حاجة أخلي أختار الاس ده بايزومتريك. تمام، ارسم، هرسم يعني حل الرسمه دي. المفروض تبقى ترسم الفرونت بتاعها، الحته الجزء ده كده، المسقط ده، تعمله اكسترود في الناحيه دي اللي هو 30، ومديك الاكسترود بتاعه 30. تمام، فنرسم، نبدا نرسم بقى الحته دي كده. ده 65 وده 38. ماشي، الانتر، ارفع القرص بس الاول. ده 65 طالع 38، صغره شوية. بعد كده هتلاقيه هيقول لك ان هو داخل 23، نازل كام؟ هتلاقيه مش هيقول لك نازل كام، 38 ناقص 17 يعني نازل 21. تمام، هنا تنزله 21. بعد كده كمل الخط ده لحد فين بقى؟ ده دي 9 ودي 23، يعني اقول 65 شيل منها 23 وشيل منها 9، يعني ماشي الخط ده هو الحتة دي من هنا لهنا دي 33. تمام، نمشي ده 33. بعد كده ده بقى من طالع من هنا، المفروض فرق واحد بس، ده فرق يعني دي 17 ودي 18، يعني في واحد فوق. تمام، يطلع كده واحد فوق كده واحد كده، ندخل 9 وننزل كده. رسمت الـ زي المسقط الجانبي او الفرونت بتاع الجسم. تمام، اعمل له بقى، لازم الاول عشان اعمل له اكسترود لازم الاول احوله كله ريجن واحد، فاكتب ار اي جي. تمام، ار اي جي ده ليه؟ ار اي جي، واختار كل الخطوط دي كده، كلها بقت ايه، بلوك واحده او ريجن واحد. بعد كده اعمل اكسترود اي اكس تي، اختار الريجن ده او الريجن ده، اعمل اكسترود قد ايه بقى؟ هتلاقيه هو مدوني ان هو داخل لجوه 30، اعمل اكسترود 30. تمام، نعمل له اكسترود 30. يعني كده رسمنا ال بتاع من غير، لسه من غير فاضل الحته دي بس. ولاحظ الاتي، يعني هو انت هنا طبعا ده كده ده سوليد، يعني جسم سوليد، لو حولته كده اللي هو كونسبتال فيجوال ستايل ده هتلاقيه كل ده سوليد، مش خطوط زي ما كنا بنرسم في اعدادي، خطوط مفرغه كده وخلاص. تمام، نرجع تاني ل 2D واير فريم. تمام، طيب فاضل دلوقتي بقى ايه؟ فاضل الحته اللي هي المجوفه دي، فقوم جاي راسمها، هرسمها فوق، هرسمها على الجسم نفسه. هي 10 في 9، يعني ده دي الحته دي كلها 30 ودي 10، يعني تدخل، يعني تدخل 10 من هنا، 10 ومن هنا 10. تمام، هندخل من هنا 10، وتدخل 9، بعد كده 10، بعد كده 9 تاني. تمام، طيب برضو لازم، عشان تعمل حاجة ريجون لازم تكون كلها مقفولة. يعني انت لو عملت ده ريجون تلات خطوط دول بس مش هينفع، عشان لازم في خط رابع يقفله. ده كده بلوك واحده، مش معتبرهاش مقفوله. لو عملت ريجن لده وده وده مش هيعمل ريجن. لو اخترت ده برده مش هيعمل ريجن، عشان ده ريجن تاني منفصل لوحده بعيد عنه، مش هيعمل ريجن. يقول لك زيرو ريجن كريت. فلازم عشان تقفل ده ريجن كامل لازم تعمل خط هنا. تمام، هنعمل بقى ده ريجن كده، ار اي جي، اختار ده، خط ده، خط ده،
ايه الخط ده كده ريجن، عايز اخرم ده كده. في هنا امر في القوائم دي، ده اكسترود برضو انا عايز تجيبه من القوائم. في هنا بريس بول، تدوس عليه، اختار الاريا دي وانزل بيها اللي هو تحت الجسم. الجسم هو اصلا نازل كان نازل 38، انزل بيها 38 او تنزل بيها. طبعا انت نازل هنا تحت سالب، سالب محور اكس، محور اكس ده لفوق طبعا، فسالب محور اكس، فلازم تكتب سالب 38 عشان ايه يخرج كده، بقى سالب 38. تمام، كده احنا عملنا، انت كده عملنا ال اه بس هنا عملنا كده كده بقى مخروم، بس لسه في مربع فوق، سيرفس فوق. انت لو دورت كده بشيفت شيفت وسكرول هتلاقي ما هو هو فعلا مجوف، بس في اللي هو الريجن هنعمله فوق ده، فنمسح الريجن ده خلاص كده بقى مجوف خالص. تمام، فدي اول رسمة عندنا. الفيديو الجاي ان شاء الله رسمة التانية.